بصي بنقلب كده الشعريه، خلاص بدات تاخد لون جميل اهي، حلو قوي الكلام ده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننزل بالرز بتاعنا. بصي الرز بقى اهم حاجه الرز بتاعي يكون غسلناه كويس وبعدين نقعناه 10 دقايق كاملين في ميه مغليه عشان ما يكونش معاكي ناشف وبيشد، لا خالص. ثواني كده انزل شويه الميه دي. حلو كده، انا عايزه بقى اسيب الرز على النار ونكور الكفته ونبدا نشتغل بيها. عارفه بقى كمان لو حطيتي واحده كده من ورق اللورا وفص كده حبهان بيخلي برضو الرز حلو قوي، ويا سلام بقى كده فصين مستكه، يعني غيري في الطعم، مش كل يوم هو نفس الطعم الحاجه المعتاد، حاولي تغيري ولو بحاجه بسيطه. عارفه كمان رشه فلفل اسمر بتبقى حلوه قوي، بس انا هنا مش هينفع اضيف فلفل اسمر لانه ايه هيسمره شويه فهيطلع في الكاميرا غامق وده مش لطيف يعني على الشاشه، لكن في البيت بضيف رشه فلفل اسمر بتبقى حلوه قوي. بص كده، وانت بقى بتحمري الرز انزلي بالملح، ما تستنيش تضيفي الملح مع الميه، بجد بيختلف قوي. بصي عايزه اقول لك اكله عسل، شويه رز بالشعريه كده، بس زي ما قلت لك بقى الرز البسمتي بيبقى طعمه حلو قوي. وننزل بالميه المغليه، كل ما شوحتي الرز اكتر كل ما فلفلت منك وبقت طعمه اكتر واكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الميه لازم تكون مغليه. طبعا احنا دلوقتي بنعامل الرز البسمتي معامله الرز المصري العادي كده، ولا اي حاجه، بنغطيه زي الرز العادي. يعني مثلا لو انت هتستخدمي كوبايتين من الرز البسمتي هياخدوا معاكي كوبايتين من الميه المغليه، مش اكتر من كده. حلو الكلام ده، يلا بينا بقى بسرعه على الكفته. لحقت؟ اه لحقت، مش بقول لكم لحقت، هي ما لحقتش قوي بس لحقت. بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايزه اعمل ايه بقى؟ عايزه طبق كده لطيف علشان نكور الكفته ونرصها عليه. حلو الطبق ده شكله حلو، يلا بينا. بصوا انا هعمل ايه، هبلي ايدي كده بشويه زيت بسيطه خالص، وهبدا اخد كوره كفته صغيره كده، وعشان هي ما لحقتش تجمد كفايه فهعملها كده. معانا تليفون، الو. ازيك يا شيف ساره، عامله ايه؟ ازيك يا روح شيف ساره، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بجد فرحانه قوي ان انا سامع صوتك بجد. يا حبيبتي يا رب دايما فرحانه، انا اللي فرحانه والله. انا بحبك جدا قوي، تسلم ايدك على الكفته بجد، ريحتها واصله لحد هنا. يا روحي تسلمي حبيبتي بجد، وتسلم ايدك على الخير اللي انت بتعمليه، ان شاء الله يا ربنا يجعله في ميزان حسناتك. يا روح قلبي ربنا يخليكي حياتي، تسلميني، انا بجد فرحانه قوي ان انا سمعت صوتك. يا حبيبتي انا الاسعد والله، بجد مبسوطه قوي. عايزه اقول ماما كمان بتحبك قوي وبتسلم عليكي قوي، سلمي لي عليها وبسهالي. حاضر، من عينيا الاثنين. بصي بقى انا مبسوطه قوي يا جماعه ان موضوع فارق كده مع الناس، وموضوع وجبات الخير مسمع بالشكل ده، لا بجد مبسوطه قوي من الموضوع ده، حاجه حلوه. بصوا بقى علشان بيقولوا لي ان احنا ايه قربنا نطلع فاصل، انا الكفته اللي انا عملتها دي هي اللي هشتغل بيها على طول. بصوا هنعمل هنا نهدي النار، بس انا عايزه اوريكي حاجه قبل ما ننزل بالكفته، ولا اقول لك ننزل الاول هنا كده شويه زيت. النار عندي اوريدي شغاله وهتلاقيها على طول لازم الكفتة تنزل على زيت سخن. بصي بسم الله، ايوه كده،